يقول: هل الأفضل لمن صلى ركعتي الطواف أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة أم على يمينه؟ إذا تيسر له بعد الطواف أن يصلي يجعل المقام بينه وبين الكعبة، هذا سنة، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يجعله بينه وبين الكعبة ولا يميل عنه، إلا إذا كان المكان مزدحم فإنه يصلي ولو مال عنه، يصلي قريبا منه إذا أمكن ولو مال عنه، فإذا لم يمكن يصلي الركعتين في أي مكان من الحرم، في الأروقة، في الدور الثاني، في الساطح، أو يصليها في بيته في مكة، صليها في الحرم، صليها في أي مكان من الحرم الواسع، ولا يضيق على نفسه.